السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام. إن شاء الله اليوم موضوعنا الجديد هو استخراج ثمار الزنجبيل. هذا طبعا الحين خلاص جاهز، وهذه شجرة الزنجبيل. لما نلاحظ شجرة الزنجبيل تبذل أو كأنها تموت، خلاص تطلع الدرانات من تحت الأرض تكون واضحة. طبعا إن شاء الله الحين بنروح نستخرج درانات الزنجبيل. هذا خلاص الحين جاهزة، بنشوف ما شاء الله تبارك الرحمن. ممكن اي شخص يزرع في البيت، طبعا انا زرعنا في القصص الزراعية بتربة البيتموس والكومبوست مع بعض. طبعا هذا الزنجبيل زراعة منزلية. طبعا الحين رايح نقلع الزنجبيل. طبعا الحين راح نفحر من عند شجرة الزنجبيل الثمار. طبعا راح نقلعهم كذا شوي، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طبعا الزنجبيل، انتاج الزنجبيل في المنزل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا واحد طبعا نطلع الدرانات، وهذا الثاني خلاص جاهز. الحين راح ننظفهم بالماء. طبعا الحين راح نشغل الماء ونروح ننظف الدرانة الزنجبيل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بعض التساؤلات يكون متى زراعة الزنجبيل. طبعا زراعة الزنجبيل الشهر 11 وانتاجه شهر 2 كذا يعني. طبعا احنا زرعناه متأخر. هذا ما شاء الله زنجبيل طازج، طبعا لازم نزل الجذور بهذا الشكل ما شاء الله طازج، وعسى الكل يستفيد بارك الله فيكم.